يلا يلا ورايا. يا نهار اسود، ده ايه الورطه دي يا رب؟ افتح. اطلع عليك. امان. ايه ده؟ اطلع عمل اللي فوق لحسن يكون حد من اهل الفيلا في الاوضه اللي فوق دي. يا ابن الفقريه مش تهيص، شايف العز يا له؟ فرحتي بالعز اللي احنا فيه لو اتمسكنا واحنا بنحمله. عربيه مليانه ومعبيه تحت، هنعمل ايه بالحاجات دي؟ عندك حد يلم الليله ويحيينا بالفلوس؟ قلت لك بدل بره عشا ما تبقاش في وشي عشان انا متشائم. كله هيتباع وحياه امك. فاكر بالتهبه يا انا بتاع كفر عش اللي انا كنت ضارب معاها عاد عرفي؟ انا بقى ربطت معاها ومع اخوها الواد عطيه النتن، هيشيلوا كل الحاجه اللي معانا وهيدفعوا فلوس صاحيه وقتي. نصيبك لوحدك هيكفي مزاجك تقول كده مش اقل من 3 4 شهور. ايوه بس هننفد ازاي من اللي جاري اللي على الطريق عشان نوصل بالحاجه اللي معانا لكفر عاشر؟ وما تقوليش يا عسليه بالعربيه المسروقه. تعبت يالا؟ حد قال لك ان انا ياوي جراب؟ انا محترف، انا كنت بروح اسرع معامله في بطنها. مؤاخذه يعني الحاجه دي كلها هتخش اسكندريه وتعدي منها من غير ما نعدي على الاسفلت اساسا. ازاي بقى يا اسطى؟ هتعبي الحاجه دي كلها في كرشك؟ وحياه امك خف الغباوه اللي انت فيها دي عشان ما تغباش عليك على المسا. ما تزعلنيش منك، لحسن انا لما بزعل بزعل. حقك عليا انا يا اسطى، حقك عليا. ما تبطل سيالها يالا، ما انت عارف ان الموضوع ده بيحز في نفسيته. بيتعبني القولون يا بشر. لا مؤاخذه يا اسطى، معلش بس عايز افهم بس حاجه. هتعدي الحاجه ازاي وتوديها لهبه واخوها من غير ما نعدي على اسفلت اساسا؟ اقول لك ازاي. فاكر البيت سعاي بتاعت البياصة؟ البيت دي الجامدة دي اللي كنت عايز اتجوزها ورحت اتقدمت لها، بس يا ابوها رفضني من الرفضي ده. مالها دي الاخرى؟ اخوها الواد زكريا النتن عنده مركب صيد في الملاحات. هيستنانا الساعة 2 بالليل على اول الملاحات قبل الكمين. 2 بالليل؟ طب ما نتحركوا بالنهار احسن، النهار له عينين وبعدين احنا مسقطين. النهار مش اللي زينا حيلتها، احنا زي البوم ما نتحركش غير في الضلمه. الليل ده بتاعنا وملكنا. ودي مؤاخذة يعني احنا هنمشي واحده واحده بالعربيه وطافين النور لحد ما نوصلوا الملاحات. وهناك بقى نحط البضاعه اللي معانا في قلب القارب. قارب؟ قارب اللي هيشيل بلاوي المتلتله دي؟ ده انت عايز لك ولا سفينه من بتاع التنتانيك. امر فيها، ناقصاك التراخر. احنا هننقل الحاجة واحدة واحدة ان شاء الله على 60 مرة. المهم لا مؤاخذة يعني ان احنا نفضي الحمولة دي في العشة بتاعت الواد صاحبه، نخزنها وبعدين ننقنق فيها، ننقل براحتنا واحدة واحدة. ها، عند اهلك حل تاني؟ يا عم ما عنديش حلول، بس بالنسبة لسعاد واخوها وصاحبه وهيبة واخوها والناس دي، مش هيحكوا معانا في المصلحة دي ويقطموا لهم كام قطمة؟ لا، هيوجبوا معانا انسانية. أكيد هيقطوهم يا أخويا من القطمة. تعبيط ياض. وبعدين مؤاخذة يعني احمد ربنا على اللي احنا فيه، وهو أحسن مما فيه. أديك عملت بارطة في فيلن الكينج ولا حد سائل في أهلك. مش أحسن من الليالي الشعبية بتاعت اسكندرية كنا هنموتوا فيها وهنروح في طيس. يا عم حامدين وشاكرين، أنت هتقعد تنق لنا؟ بقول لك إيه؟ من دلوقتي للساعة 2 هنعملوا إيه؟ نعمله عيد ميلادي. مؤاخذة يعني المناسبة السعيدة دي حلت النهاردة. الفيلا الجميلة دي فتحت نفسي إن أنا أحتفل بيه. وهو فرصة أنا أعزمكم يا معفنين يا اللي أهاليكم ما كانوش يحلموا يعدوا من جنب مكان زي ده. عيشوا بقى ودلعوا نفسكم. أنا لسه جاي من المطبخ، الزار صحابها لسه سايبينها إمبارح. طبخين مكرونة ولحمة والتلاجة على آخرها. ده غير المفاجأة الكبيرة. مش جيلي. كرتونة بيرة كاملة. أنا كنت حاسس إن ربنا هيرضينا بعد كل الشهادة. لا بيرة لا، رجالتي ما يشربوش أثناء تقضية وظيفتهم أبدا. الراجل العفن ده لما بيشرب وبيتقلها بيهيس وما بيبقاش عارف راسه من رجليه. أنا مش ناقص بلاوي. جريه يا اسطى، بيرة إيه اللي هتطير دماغي؟ دي زي أسأل حاجة الساعة. ماشي يا عم بتاع الحاجة الساعة،
بس عليا النعمة، عليا النعمة لو خسعت ولا هيست واحنا بننقل الحاجة لكون رميت في الملاحات، وانت عارفني وعارف غباوتي. أنا في الشغل وفي أكل العيش ما بعرفش أبويا ولا حتى جوز أمي. أنا 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 مش عارفني. الله، أنا مش عارفني. أيوة أنا تهت مني. أيوة بقى، أنا مش أنا. لدي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا ده أنا. أبص الروح فجأة لقيتني، ألاقي كرش في إيه يا اسطى؟ في إيه الغباوة دي؟ ما إحنا عارفين إنك بكرش يا اسطى، في إيه؟ تعبت من المفاجأة. بس في صوت، أنا سمعت صوت. يا عم صوت إيه بس؟ تلاقي الهواء بيخبط في الشبابيك برا. ده مش صوت هواء. لا لا لا، أنا ودني ما تكدبش علي أبداً. ده صوت خبطه. قوم ياض، قوم شوف ايه. وبعدين في قله المزاج دي ما تقوم يا اسطى، انت تشوف عايز ايه. يا ده الكوماندا ادي اوامر وبس. قوم اهو، مش قلت لك هيشرب وهيفخد وهيهيس ومش هيقضي اي مصلحه؟ ما صدقتنيش. قوم ياض لما هفرغ ال كرشك. بس خلاص يا عم، قايمين اهو يا عم. فرغ ايه وكرشك ايه؟ شوف كرشك من كرش يا عم. الله يخرب بيتك وبيت اللي عملك علينا كوماندا يا عم. برضه بتقول حاجه؟ انا يا عم ما بقولش حاجه، خايف من العفاريت. ده احسن عيد ميلاد احتفلت بيه في حياتي. كل سنه وانت طيب يا معلم. انت عيد ميلادك امتى؟ بكره ان شاء الله. تعال تعال. الواد الجزمة ده تأخر. تأخر بقى تلاقيه كعبل. ما انت عارف انه مداول، تلاقيه كعبل في السجادة تكافى على وشه. يا رب عفريت يطلع له يا شيخ ويكهربه. قوم اشوف الواد. قوم قوم شوفه تأخر ليه. قوم اشوف الواد ده. هو برضه البيت داول ولا انت؟ ماشي ماشي يا جوز جزم اللي ما كنت اسلمكم مع اول لجنه للجيش واخد عليكم مكافاه ان شاء الله 10 جنيه. ببقاش ايه يا ده اللي انت عامله ده؟ ربنا ما يحرمك من الهبل. بس تعبان حبتين. انا مش عارفني، انا تهت منك، انا مش انا. لا دي ملامحي ولا شكلي شكلي ولا ده انا. ابص لروحي فجأة لقيتني، لقيتني كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة.